دكتور عصام أبيض راح يتجوز. شو؟ ما بصدق إنك بدك تتجوزي. هني عايشين بأحلامهم. انغرمت انغرمت يا صباح. وأنت أكيد إنه هي بتحبك؟ بحبك كتير. لا أنا بحب صباح. وليه ما قلت؟ سلمى مجنون أنت ولا شو؟ طب تهددني بمصايبهم. إذا عامر بيعرف نحن وين اعتبري أنا وياكي إجت آخرتنا. الجزء الثاني من ما في بس تصير ببيروت دق لي على هذا الرقم يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.